ده البارك اللي انا هقعد فيه ان شاء الله باذن الله. منظر جميل وقريب من اللي هو المترو عشان ما امشيش كتير صراحه، يعني في نفس الوقت نقعد نتكلم مع بعض في اللي احنا عاوزين نقوله. اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها خضار، صح؟ صباح الفل. صباح الفل، صباح الفل، صباح الفل، اخباركم ايه؟ النهارده موقف حصل، ان لسه نازل من الترام دلوقتي، بس لازم احكي لكم عليه. انتوا عارفيني انا في اي مكان بروحه بقول السلبيات والايجابيات بتاعه المكان. لما بقول الشعب دون شعب متحضر وشعب محترم وشعب جميل، ما بقولش على الشعب كله، لان قاعده كله دي يعني قاعده تافهه جدا، لان مفيش حد كامل ومفيش حد عنده نقصان متناهي. فهمت يا حبيبي؟ فانتوا عارفيني انا ما بتكسفش وبقول كل حاجه، حتى انا مش هتكسف منكم واقول لكم لو بتشوفني لاول مره ما تنساش تشترك في القناه، لو ما قلتش تعليقك المهذب المحترم الجميل قول تعليقك الجميل، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتحط فوقيه كمان لايك 20 لايك زي ما انت عاوز. صباح الفل، يلا بينا. المانيا بلد جميل قوي، فيها كل حاجه تخطر على بالك، وفيها كمان حاجات ممكن ما تعجبكش. ناس كتير قوي بتقول ان المهاجرين مستهترين، ان المهاجرين كذا، ان المهاجرين كذا، وكتير قوي في السوشيال ميديا انا بشوف وحضراتكم بتشوفوا الناس دايما تتكلم فتجمع، ودي اكبر مشكله. لاني انا لما اقول المهاجرين كلهم كذا، او الالمان كلهم كذا، او الاوكران كلهم كذا، او الشعب الفلاني كذا، يبقى انا كده حرام بضيع وقتي وبضحك عليكم. الموقف اللي حصل معايا دلوقتي، طبعا انا راكب الترام عادي مفيش اي مشاكل، وبركب اي مواصله مفيش اي مشكله بالنسبه لي. فوجئت ان في كنترول طلع اللي هو الترام. الكنترول ده بمنتهى الادب منتهى الذوق بيقول لك هات التيكت بتاعك. فانت بتروح مطلع له تيكت وبتديهوله، او لو معاك اشتراك اللي هو الاشتراك الشهري دوت بتديهوله، معاه جهاز بيروح عامل على الجهاز الاشتراك بتاعك او التيكت، والسلام عليكم الموضوع بيخلص. ما بيبقاش فيه تجويد ولا خناقات ولا الناس عندهم قلة ذوق. خلينا نقعد ونكمل. وقعدنا في هذا المكان، ورايا حديقة أطفال بيلعبوا فيها، الجو بصراحة شمس بس ما تأمنلوش، يعني أنا لابس الفست ده عشان إيه؟ عشان أنا بتأخر بالليل. المهم يا جماعة عشان ما أطولش عليكم، فطلع الكنترول فقعد يلف في اللي هو العربية اللي إحنا فيها، كل واحد يسأله فين التيكت بتاعك. لحد ما جه عندي طلع له الكارت اللي هو بتاع الاشتراك دون، حطه على الجهاز عنده. سلام عليكم. واحده في كرسيين ورايا بيقولوا لها هاتي التيكت بتاعك. قاعده بقى عماله تتكلم، اصل التيكت مش معايا، اصل انا هصوراه على التليفون، وهم ابرد منهم ما فيش، لا بيشتموا ولا بيتخانقوا ولا صوتهم بيعلى ولا اي حاجه. يقول لها ماشي طلعيه، وعاوز اسيب لكم الموقف، وانا الحمد لله ما صورتش وش حد، ولكن انتوا هتشوفوا بنفسكم الكنترول وهم عاملين عليها كنترول. شفتوا الست عماله تتناقش معاهم، في الاخر هات الاسوايز بتاعك، راحت مديالهم الاسوايز والعنوان وروحي لحال سبيلك. طبعا جه عليها مخالفه، ولو هي بيتكرر منها هذه الافعال الموضوع هيكبر عليها، يعني المخالفه هتكبر وممكن توصل لمحكمه. الناس هنا ما بتهزرش، والمقصد من ان انا صورت المقطع دون عشان حضرتك ما تقولش ايه اصل دي مهاجره، اصل دي مش المانيه، اصل دي مش عارف ايه. لا، الالمان برضو عندهم بعض السلبيات في بعض الناس، مش الجميع، ولكن الغالبيه العظمى ناس محترمه جدا، وناس بتحافظ على بلادها، وناس ما بتحاولش ان هي حتى تهرب من التيكت بتاع الباص. لو معاه حق التيكت
بيركب الباص او الترام او المترو او ايا كان واتيفر، لو ما معهوش بياخد عجلته او عربيته او بياخدها ماشي، مفيش اي مشاكل. المهم ان هو ما يسرقش البلد. ده يا جماعه البلد بتعتبره نوع من انواع السرقه. يعني انت ممكن تكون راجل متدين قوي وبتعرف ربنا قوي وما بتعملش حاجه تغضب ربنا قوي، لكنك انت بتغضب ربنا وبتسرق المكان اللي انت موجود فيه من هذا الجانب. يا عم دي مش سرقه. لا دي سرقه حبيبي، والدوله بتعتبرها ان انت سرقه، بدليل ان لما بيقفشوا حضرتك انت بتبقى في نص هدومك، بتبقى عامل زي الفار المبلول. ما هو الحرامي لما يتقفش في موقف بيبقى عامل زي الفار المبلول. المهم صاحب الحق يا جماعه عينه بجحه وعينه قويه. الوليه اصلا كانت واقفه مش على بعضها، عماله ترقص زي الفرقعلوز، حتى كان معاها طفل والناس قعدوا وهي بتدور في الشنطه بتاعتها وفي التليفون بتاعها وسايبينها خالص على فكره، وقاعده عماله ترغي وقاعدين يلعبوا الواد ويقولوا له فين القصايز وقاعدين يهزروا، مفيش اي مشاكل. والام قاعده تلف وتدور حوالين نفسها، حتى المحطه بتاعتها فاتت. فلما فاتت اول ما ترام وقف وقالوا لها شوس، راحت نطه بالعربيه ما تعرفش في ثانيه بقت بره اللي هو الترام دوت. المقصد يا جماعه اني امشي عدل يحتار عدوك فيك. انا لما بنصح واحد مهاجر وبقول له يا ابني لو انت حاسس ان انت بتدفع فلوس كتير في المواصلات وما عندكش المقدره ان انت تعمل تيكت مثلا، او ان انت يبقى لك امر شرعي في المواصلات العامه داخل المانيا، حاول تشوف لك عجله وروح بيها مشاويرك ما في كتير، تلاقيه نطع وفي عز مش عارف ايه ورايح بالشغل بالعجله عشان يوفر له حق المواصله. ما دي بنشوفها كتير. المهم ده مشكلتهم مش مشكلتنا احنا. احنا بنتكلم على الناس ازاي تقتصد في حياتها. ممكن تجيب لك عجله، ممكن تمشي، ولا ان واحد يبص لك نظره مش كويسه ولا يتكلم معاك نص كلمه. لاني وانا قاعد انا طبعا شايف الموقف ومش عاجبني الكلام اللي بيحصل طبعا، لاني يعني بيقولوا الالمان دول ناس عبقره وناس ما بتغلطش والات ما مش عارف ما فيش احتمال للخطا وناس ماشيه كذا. لا فيهم ناس مش كويسه، فيهم ناس بتعمل سلبيات عادي مفيش اي مشكله. وانا لما بقول على السلبيات دي انا كده بزم في الشعب. لا انا لما اجي اقول الالمان كلهم او الاوكران كلهم او المصريين او العرب كلهم يبقى انا راجل مش مؤدب. لكن احنا ناس محترمين ومؤدبين وفاهمين الدنيا صح. ان القاعده اللي هي فيها شواذ دي ما بتبقاش على الجميع، فهمت؟ لازم انت تفرق بهذا الموضوع. لما يجي واحد يقول لك ده العرب كذا قول له انت راجل حمار من الاخر. لما يجي يقول لك الشعب الفلاني كذا قول له انت راجل بهيمه ما بتفهمش. لما يجي يقول لك ازاي اعرف الاوكرانيه ان هي هتصني يبقى راجل حمار ما بيفهمش وبيستهبل. لاني انا النهارده لو هقيس الناس كلها مستحيل هتعامل مع كل البشريه، ولكن احنا بنتكلم على الغالبيه العظمى والناس اللي كمان سبقونا بالخبرات قالوا كده. يعني انت لما بتروح اي مكان حتى لو رايح سوبر ماركت او مصلحه حكوميه ليك انت يا مهاجر وانت تشهد بهذا، هنا في هذا البلد تلاقي الناس بشوشه في وشك، الناس بتضحك في وشك. تروح الجوب سنتر مثلا لو انت على الجوب سنتر تلاقي الناس بتضحك في وشك، مش مقشره في وشك ولا عاوزه تتخانق معاك. تروح السوسيال امت تلاقي الناس برضو بتضحك في وشك. تروح تعمل كذا تلاقي الناس بتضحك في وشك. تمشي في اي مكان تلاقي الناس بشوشه في وشك وبتضحك لك. تمشي في وسط جيرانك تلاقيهم بيضحكوا لك ويقولوا لك هلو. النهارده يا جماعه معلش احنا افتقدنا بعض هذه الاشياء عند بعض الناس في دولنا العربيه، اللي هو افشوا السلام بينكم. الناس ما بتعملش كده دلوقتي او الا من رحم ربي، ولكن الغالبيه العظمى ناس محترمه وناس مؤدبه وناس مهذبه، ولكن طلع في المجتمعات العربيه بعض الشواذ اللي هم احنا بنشوف منهم الاشياء السلبيه والشتايم والقبايح والسفله وعدم التربيه والوقاحه وحاجات كتير قوي بنشوفها ما احنا قدامنا. الحاجات دي برضو نفس القصه، زي ما هو في قاعده شاذه في برضو هنا في قاعده شاذه في بعض الشواذ، مش الشواذ اللي هم الجيل خوخو زي قينا ده، لا انا بتكلم على القواعد اللي بيطلع منها اشياء غير مظبوطه وغير منضبطه وغير معلومه، فهمت؟ فالقصد يا جماعه في هذا اليوم المشمس الجميل اللي انا اتشوش في الشمس واسمر بدري بدري، حبيب قلبي لما تروح اي بلد امشي عدل يحتار عدوك فيك. اتقي الله، ما تروحش اماكن مش كويسه، ما تبلطكش في البلد، ما تتسافلش على حد، ما تتجرمش على مش عارف مين، ما تعيش في الدور وتقول انا اللي مش عارف ايه وانا هعمل واسوي وانت ذرات. حبيب القلب عاوز تعمل ورينا شهاداتك، عاوز تعمل ورينا شغلك، عاوز تعمل ورينا فلوسك، لكن الهبهبه والمش عارف ايه مع احترامي للجميع لا مرفوضه، فهمت يا حبيبي؟ فاتمنى ان انت تكون فهمت انا عاوز اقول ايه. اني
زي ما في سلبيات في أوكرانيا، في سلبيات في روسيا، في سلبيات في ألمانيا، في سلبيات في هولندا، في سلبيات في بولندا، في سلبيات في أفريقيا، في سلبيات في مصر، في سلبيات في الوطن العربي، هنا كمان في سلبيات. القصة مش مكن وآلات وتكنولوجيا والناس أهو بلادهم أهيا، لا 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 لا، عندهم برضو بعض المتخلفين. تاني أهي يا سيدي بلدهم ناس نضاف ومية مية، ولكن عندهم سلبيات. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبك، ولو لسه قاعد لحد دلوقتي وما عملتش لايك ما تنساش تعمل اللايك للفيديو. لو ما قلتش تعليقك المحترم المهذب الجميل قول تعليقك. لو ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة، هتشرف بحضرتك. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. صباحكم جميل، صباحكم عسل، صباحكم رزق، صباحكم خير. أشوفكم على خير. السلام عليكم.